الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الوفاء. رباه لا تجعلها صيحة في واد ولا نفخة في رماد. وبعد، فإني أعظكم وأنا كثير الإسراف على نفسي غير مصلح لها ولا حامل لها على المكروه من طاعة ربها. ولو أن المرء لم يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه لقل الواعظون السامعون.